يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم هذه العبارة: نحترم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ونحترم أديانهم، وهل يسوغ لنا أن نطعن في الأديان المحرفة أم نتوقف لاحتمال أن نطعن في شيء ثابت دل عليه ديننا؟ المحرفة ليست من أديان الأنبياء، نحن نؤمن ونحترم أديان الأنبياء غير المحرفة، أما المحرفة فليست من أديان الأنبياء، وإنما هي من دين المحرفين والمخرفين. فنحن إذا قلنا نؤمن بالأنبياء وبكتبهم، كتبهم الأصلية التي لم تحرف، ونحترمها. نعم.